أخبار اليوم. سين زائد واحد على اثنين سين تربيع أس 18 أوجد. أولا الحد الحالي من سين، ثانيا معامل سين أس 6. ده أول جزء من السؤال الرابع، نظرية ذات الحدين. ببدأ إن أنا أجيب الحد العام اللي هو حاهر زائد واحد. معايا؟ ها؟ 18 اللي هي النون قاف ر، دليل قاف هنا ينقص واحد عن رتبة الحد، هنا ر زائد واحد يبقى هنا ر. في الثاني واحد على اثنين سين تربيع أس ر، في الأول نون ناقص ر اللي هي 18 ناقص ر، كتبناها نرجع نبسطها، ادي 18 قاف ر في نص أس ر، دي سين أس 2 لو طلعتها فوق تبقى سين أس سالب 2، سين أس سالب 2 الكل أس ر يبقى سين أس سالب 2 ر في سين أس 18 ناقص ر، يعني 18 قاف ر نص أس ر في سين أس 18 ناقص 3 ر. عند ضرب الأساسات المتشابهة تجمع الأسس. طلب مني الحد الخالي من سين، هقول له بقى كده أولا عشان أجيب الحد الخالي من سين يبقى الأس ده اللي هو 18 ناقص 3 ر هساويه بالصفر، يعني 18 ناقص 3 ر يساوي صفر، يعني الر هتطلع بستة، ويبقى الحد الخالي من سين هو ح 7. نعوض هنا يعني 18 قاف 6 في نص أس 6 بس. شكلها كده أحسن من شكل الرقم اللي يطلع لك كبير أوي، يعني لو تركناها على كده خدت الدرجة طمن. بالنسبة لثانيا طالب مني معامل سين أس 6، إحنا لسه في المسألة ما خرجناش بعيد عنها، ما هو اللي فات ده كأنه معامل سين أس كام؟ صفر اللي هو الحد الخالي، فهو بيقول لي معامل سين أس 6، خلاص نفس الأس هو هو أسويه بالستة، 18 ناقص 3 ر يساوي 6، يعني 3 ر تساوي ها 12، يعني الر بأربعة، ويبقى معامل سين أس 6 هو معامل الحد رقم 5، يعني بيساوي ايه هو بقى معامل ح 5؟ الصورة عندي اهي، ها يبقى 18 قاف 4 في نص أس 4. قلت معامل ولسه من شوية متكلمين على المعامل، معامل يعني السين كأنها بواحد مش موجودة، خلاص هو ده المعامل، يعني عدد، يعني العدد المضروب في سين أس 6، هذا معنى معامل. فك المحدد أثبت أن ألف ب جيم واحد 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 جيم ب ألف بيساوي ألف ناقص جيم في ألف زائد جيم سالب 2 ب. الحقيقة بعض أولادنا بيشتكوا من مسألة المحددات اللي هي بالذات فيها ليه خواص، لكن أنا لو بصيت كويس للمسألة أنا ممكن أستنتج خطوات الحل من المطلوب، يعني أنا شايف هنا إيه؟ ألف ناقص جيم، ألف ناقص جيم، فين ألف ناقص جيم دي؟ أهي
ألف ناقص جيم. لو طرحت الصف الثالث من الأولاني، أو نطرح ما ألف ناقص جيم ممكن أخليها جيم ناقص ألف ويبقى مضروبة في سالب. يعني ممكن أقول صاد ثلاثة ناقص صاد إيه؟ واحد. هنا جيم ناقص ألف، هنا ب ناقص جيم، هنا ألف ناقص جيم. ونبص بقى على الصف الأخير، هنا في جيم ناقص ألف وهنا ألف ناقص جيم، مش بعاد مش غرب عن بعض أوي. معروف إن الألف ناقص جيم لو خدت منها سالب مشترك كده هتبقى جيم ناقص ألف، يعني العملية بسيطة. فهنا بيقول لك ألف ناقص جيم، خلاص خد ألف ناقص جيم مشترك مفيهاش مشكلة، يبقى بأكس ألف ناقص جيم عامل مشترك من صف رقم ثلاثة، ويبقى قيمة المحدد بتساوي أدي السالب أهي، احنا خدنا ألف ناقص جيم اللي احنا عايزينها أهي، في أدي واحد صفر صفر، أنا باخد من هنا كده، فده هيفضل مكانه إيه؟ سالب واحد، وده هيفضل مكانه واحد، يبقى كله زي ما هو أهو، ألف هنا جيم هنا ب ناقص ألف هنا ب ناقص جيم. الله، بصوا بقى كده خلاص الخطوة الأخيرة جت أهي. أنا عايز هنا صفر كمان. طب ما ده واحد أهو، لو ضفته لده يبقى هنا صفر. يعني هضيف العمود الثالث إلى العمود الثاني بإضافة عين ثلاثة إلى عين اثنين، ويبقى بيساوي سالب أدي ألف ناقص جيم في أدي واحد صفر واحد ولا صفر واحد صفر صفر، هنا ألف ب ناقص ألف، دي جيم دي ب ناقص جيم. خلي بالكوا احنا بنضيف ايه بقى هنا؟ نسينا اهو، بنضيف احنا هنثبت العمود التالت، ادي جيم ادي ب ناقص جيم ادي واحد، ضيف بقى معايا ده ثبتناه اهو، هنضيفه للعمود التالت، هيبقى هنا ألف زائد جيم، هنا ب ناقص ألف وب ناقص جيم، هتبقى اتنين ب ناقص ألف ناقص جيم. هنا واحد وسالب واحد يدينا ايه؟ صفر. عاملة صورة مثلثية فوق، هذه مثلث اهو، لو حوطناه كده اهو اهو، اسمها صورة ده مثلث، صورة مثلثية. بنجيب بقى ازاي قيمة هذا المحدد؟ بنضرب عناصر القطر الايه؟ الرئيسي. يعني هضرب الواحد في اتنين ب ناقص ألف ناقص جيم في الواحد، الشكل ده كده. في اللي بره طبعا، يبقى سالب ادي ألف ناقص جيم في اتنين ب ناقص ألف ناقص جيم. طب انا شايف الشكل ده مش زي ده، بسيطة أوي. أدي ألف ناقص جيم أهي، السالب بقى ديت تتضرب هنا، سالب في ألف بموجب ألف، سالب في جيم بموجب جيم، سالب في اتنين ب باتنين بسالب اتنين ب، ويبقى هو ده الشكل اللي عندي.